السلام عليكم، معكم القناة ديال أجنس عربي للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد العمارة اللي كتباع حي المطار الناظور في واحد الموقع استراتيجي، موقع ديال التجارة. هاد العمارة هادي المساحة ديالها 160 متر مربع، فيها 4 ديال لي زابارتومون والكراجات، وفيها حتى لاكاف. كل ابارتومون يعني كل ايطاج فيه واحد لابارتومون، يعني مساحه ديال لابارتومون كبيره، فيها صالون كبير كما كتشوفوا معنا، وثلاثه ديال البيوت، جوج ديال الحمامات ومطبخ، بالاضافه لوسط الدار. سيجور كبير ما شاء الله. هادي للناس اللي كيفكروا شي عماره يديروا فيها شي مشروع، يا اما شقق للكراء ويا اما حتى يتباعوا هاد الشقق، لانه الثمن ديالهم لا للبيع ولا للكراء غادي يكون مرتفع. حتى للبيع اللي بغى بنادم يبيع هاد الشقق هادو فغادي يجيبوا ليه الثمن، لانه شقق كبيره ومفصلين مزيان وعمر ما تسكنوا، باقيين جدادين، بالاضافه لجوج ديال المحلات لتحت. عماره محفظه جايه في موقع مزيان، الشارع ديال 20 متر جايه كتشوف على الشارع، واحد البلاصه مزيانه بزاف، موقع تجاري كما قلنا، فيها جوج الكراجات لتحت، لاكاف، وكاين 4 ديال لي زابارتومون الفوق، ميزاني ديال السكنه ميزاني، وثلاثه ديال لي زابارتومون الفوق، ترويزيام ايطاج الفوق، يعني ار بلس 3 بلس ميزاني. فلكن نتوما تمين بهذا العرض هذا، ما عليكم الا تتصلوا بنا بالرقم اللي كاين في اسفل الشاشه، اولا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينه في حي النعناع، اقامه ايمن، فريتشوسي، مدينه الناظور. هذا العرض هذا كيخص الناس اللي باغين يستثمروا الفلوس ديالهم، عماره كتصلح الكراجات عندها للتجاره، ولي زابارتومون سوا الكرا سوا يتباعوا. زابارتومون كبارين في المساحه على قد المساحه ديال العماره، لانه العماره فيها 160 متر، كل ايطاج فيه ابارتومون. جاية في موقع مزيان بزاف، قريبة للطريق ديال الناظور تاويمة، حداها الأبناك، المحلات التجارية، المسجد، أي حاجة قريبة عليها، والشارع كما قلنا ديال 20 متر. بالنسبة للثمن ديال هاد العمارة هادي هو 420 مليون سنتيم، قابلة للتفاوض. العمارة فيها 160 متر مربع، 4 ديال ليزابارتومون، جوج الكراجات ولاكاف. تنساوش تدخلوا عندنا السيت ويب ديالنا اللي هو www.agencesarabi.com، غتلقاو فيه كاع العروض ديالنا. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم للفيديو ديالنا ديال هذا النهار، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.